تكنوز تكنوز. مرحبا، اليوم في تكنوز باش نحكيو على تقنية جديدة توصلوا لها مجموعة من العلماء. التقنية هذه تمكنهم من زرع المعلومات والمهارات في مخ الإنسان ديريكت من غير ما يحفظهم ولا يتعب باش يشدهم في مخه. هذا اللي كنا نشوفوه كان في الأفلام وكان مجرد خيال علمي ولا اليوم حقيقة. وقالت صحيفة دو تيليغراف البريطانية اللي باحثين أعلنوا على تطويرهم لأن سيستم دو كوميونيكاسيون يعمل على تغذية الدماغ مباشرة ويعلم مهارات جديدة في وقت قصير برشا مقارنة بطرق التعلم التقليدية كيف الحفظ والتقليد. وقال الدكتور ماثيو فيليبس اللي نظامهم هو الأول من نوعه باعتباره يقوم على تحفيز مخ الإنسان. وأكد الباحثين في لابوراتوار أشغال في كاليفورنيا اللي النظام هذا باش يكون أن بروميي بال تطوير برامج متقدمة على طريقة التعلم الآني كما اللي شفناها في فيلم ماتريكس وقت قرر البطل باش يتعلم لو كونغ فو، وهذا ما خداش منه وقت طويل، جوست كيلكو سكوند لو طون اللي صار فيه لو تيليشارجمون المخ ديريكت. وهذا يعني انه في المستقبل القريب باش يصير ممكن لأي واحد يتعلم أي حاجة بمجرد استخدام التقنية هذه، الشيء اللي باش يخلي اكتساب المهارات في حاجة ما يقتصرش على اللي عندهم مواهب وقدرات خارقة. الخبر هذا باهي لأنه يوري قديش الإنسان تطور بالعلم، لكن زيد التقنية هذه تنظر باختفاء بعض المهن وباش تجرد برشا مهارات مكتسبة من الإثارة متاحة. هذا معنا في تكنوز اليوم، نتقابل غدوة في تكنوز جديدة في لمان تكنوز.